مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه من صفحه كتم العربيه مباشره معكم المحل والمدرب المعتمد جزاف الضحلي. خلينا بهذه الجلسه نتكلم فيها على معظم اذا بدكم المؤشرات الموجوده عنا على منصه التداول. في البدايه خلينا نحضر لكم المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عندي بسوق الفوركس، التقلبات ضخمه جدا، وبهذه الحاله طبعا بدكم تكونوا عارفين كمضاربين وكسكالبرز انه التقلبات رح تكون خطره على حساب التداول، ممكن انه الخسائر تتجاوز راس مال المستثمر او الايداعات الاولى. بهذه الجلسه حابب انه اتكلم شوي صغير عن المؤشرات، مشان هيك كنا دخلنا اذا بدكم بعض الامور على خلينا نقول المؤشرات الموجودة عندنا مثل اللو فوتينج. عظيم. بالنسبة للمؤشر، ما هو أفضل مؤشر للمضاربة؟ هل يا ترى هو الـ RSI والـ MACD، هو الإشي موكي أو الأليجيتر؟ بدي طبعا يعني تكونوا عارفين انه او تضغطوا اذا بدكم على المؤشر اللي هو من افضل المؤشرات الموجوده عندنا. اتوقع ممكن كل الاشخاص يكونوا عم بيجاوبوا مؤشرات مختلفه، كل الاشخاص او كل المضاربين عندهم اذا بدكم اخبار خلينا نقول، او عندهم بعض اذا بدكم تقنيات او استراتيجيات تداول اللي بفضلوا او بحبوا انهم يستعملوها. انا بالنسبه لي طبعا استعمال موجات الوتي من افضل الموجات اذا بدكم اللي ممكن تكون موجوده عندي، ولكن دقيقه جدا، يعني مش كل الاشخاص ممكن يقدروا يحددوا او يستعملوا موجات اليوت وايضا فيبوناتشي ويدخلوا فيبوناتشي من القاع المناسب للكم المناسبه. فبكل بساطه عندي بول او اسئله ممكن انه تكونوا عم تجاوبوا عليها، ما بعرف اذا واضح عندكم بهذه الجلسه. اوكي، وهو سؤال، ما هو افضل مؤشر للمضاربه؟ كان في الار اس اي، الام اس دي، الايشيموكي والاليجيتور. طبعا فيكم تجاوبوا عليها بكل بساطه. هلا بهذه الجلسه احب اتكلم شوي صغيره عن المؤشرات. بابتدي بمؤشر الار اس اي. المراكز اللي داخلين فيها اللي هي اليورو جي بي بي، عندي ارباح فيها 450 دولار، سال يورو جي بي بي، سال يو اس دي كاد عندي 424 دولار، عندي 822 دولار ارباح بالمركزين. اوكي، هلا بالنسبه لنا المؤشرات اللي بنستعملها بشكل دقيق اللي هي ان كان على الرسوم البيانيه السريعه او خلينا نقول العملات السريعه او العملات البطيئه بشكل او اخر، يعني على سبيل المثال اذا في حال بدي اقول لكم دخلوا لي مؤشر على النفط، هل يا ترى هو نفس المؤشر اللي بدخلوه على الدولار ين او على اليورو دولار؟ طبعا لا، لانه هيكليه او سايكولوجيكال بيهيفير لكل او تابعه لكل مؤشر بيختلف اذا بدكم حسب سرعه العمله او السلعه المعينه وحسب التقلبات اللي بمر فيها السوق. يعني ان كان الدولار ين، بتلاحظوا انه الدولار ين بيدخل بمناطق افقيه ضخمه او بعيده المدى، اذا بدكم عم بتلاحظوا الدولار ين على سبيل المثال بيمشي باتجاه واضح، دخوله بالمنطقه الافقيه اللي هي على طول بتكون منطقه اذا بدكم طويله الامد وبتاخذ فتره زمنيه طويله. يعني على سبيل المثال احنا هون بقينا على رسم بين 30 دقيقه 30 مينتس، بقينا تقريبا من 1 ابريل 3 ابريل عم نتكلم 3 ايام ضمن مرحله افقيه بامتياز ضمن نفق، تمام، ما قبل اختيارها اذا بدكم الاتجاه الصاعد وتكمله الاتجاه الصاعد. هلا بالنسبه لنا الدولار ين هو من العملات الرئيسيه اللي عم بيعطيني اشارات بيع، وكثير منيح انه نحن وصوله الدولار ين الى هذه المستويات، وايضا باستعمال فيبوناتشي من اخر قمة لاخر قاع مستويات 76.4% تم ملامستها بجلسه اليوم او جلسه المسائيه اللي هي جلسه اسيا. خليني شوي صغير يكون عم بتكلم اذا بدكم على المؤشرات اللي ممكن استعملها. بالنسبه للدولار ين، مؤشر الار اس اي، خلينا نبتدي بالار اس اي والماك دي، اوكي، الام اي سي دي، هيدا الار في اي بنمحيه، عندي مؤشر الام اي سي دي. مؤشر الام اي سي دي خلينا نبتدي فيه كيف موجود. مؤشر الام اي سي دي هي المؤشرات المميزه جدا ايضا اللي بتعطيني اذا بدكم اشارات واضحة، ولكن مش كل الأشخاص بيقدروا يفهموا هيكلية هذه المؤشرات. يعني كثير من الأشخاص هلا بيتابعوا إنه والله أم أي سي دي، لا، ما حدا بيقول إنه أم أي سي دي مهم، ما حدا بيقدر يستخرج فرص استثمار من أم أي سي دي، فبكل بساطة يعني منه مهم. لا، مش صحيح هذا الكلام. أنت كيفية اختيارك للمؤشرات الموجودة عندنا على منصة التداول وكيفية تعديل للأرقام وكيفية إذا بدكم قراءة هذه المؤشرات هي بتفرق من مضارب لآخر. يعني عم نتكلم على الام اي سي دي، في كثير اشخاص بيستعملوا خط الصفر، خلينا نحدده، هذا هو خط الصفر،
اوكي عندي مثل ما عم تشوفوا امامكم، وبشوفوا انه طالما نحن بالسوق او بالام اي سي دي عم نتداول فوق خط الصفر، بكون عندي اشاره ايجابيه للسوق، وطبعا الاتجاه عم صاعد، وطالما نحن تحت خط الصفر بكون عندي ضغوطات سلبيه للسعر. فبتلاحظوا انه هون بالام اي سي دي تقريبا من شهر لورا عندي مره اثنين ثلاثه واربعه، أربع مرات رئيسية فوق خط الصفر اللي هو عم تشوفوه أمامكم، هذا خط الصفر، أوكي؟ وعندي تقريباً مرة، هيدي مرة صغيرة جداً، وهون مرة أيضاً صغيرة، يعني عم بطلع عم تلاحظ إنه عندي سيطرة تامة من فريق الثيران، تمام؟ أستاذ كارم أهلاً وسهلاً فيك، نورت الجلسة. بالنسبة للفيبوناتشي، بالنسبة للفيبوناتشي طبعاً أنا بفضل إنه استعملها من القاعة للشمعة. ما بفضل انه استعملها من اغلاق الشمعة، يعني اوكي. انتبه هلا ليك، يعني سؤالك مهم جدا، لأقول لك ليش؟ لانه بالنسبة عادة فيبوناتشي بتستعملها مع موجات اليوت، وموجات اليوت كثير من الاشخاص بينتظروا اغلاق الشموع اليابانية. شو يعني؟ يعني بدخلوا اللاين شارت ليشوفوا تقريبا اغلاق الشموع اليابانية ليحددوا الموجات بشكل اوضح. فطالما انت عم بتفكر باللاين شارت وتشوف الاغلاقات للشموع، بهذه الحالة بتكون عم بتفكر انه الاهم هو ليس الويك، ولكن هو اذا بدكم جسم الشمعه فقط هو الاهم. اوكي، هيدي اذا في حال بدك تدمج فيبوناتشي مع اليوت ويف، وانما اذا في حال انت فقط عم تدمج عم تستعمل فيبوناتشي لحالها كمؤشر، او خلينا نقول كطريقه للمضاربه، انا بفضل انك تستعمل الذيول او التيلز اللي هن على القمه وعلى القاع طبعا. اوكي، يعني ما في شك انه نحن وصول السعر الى مستويات مهمه جدا. على سبيل المثال خلينا ناخذ شمعه ضخمة جدا على رسم بياني الأسبوعي، تمام؟ خلينا على سبيل المثال ناخذ هذه الشمعة القمة اللي هي الهامر أو شيء من هالنوع. إذا بدنا ناخذ، أوكي، نلغي أكس المؤشرات، أوكي صارت واضحة عنا. طب شو رأيكم إذا بدنا ناخذ هذه الشمعة على القمة للدولار ين؟ طب ليش السعر وصل لهذه المستويات؟ ولو حتى أغلق هون على هذه الشمعة، نتكلم لو حتى السعر أغلق على مستوى اذا بدك ال 113.70 على سبيل المثال، وانما السعر وصل الى القمه اللي هي مستويات ال 114.50 وواجه مقاومه على هذا السعر، يعني طبعا الذيول او التيلز اللي تابعين للشموع اليابانيه مهم جدا. مش هناك انا بفضل اذا عم نستعمل فيبوناتشي نستعمل التيلز حتى كرمال نقدر ناخذ اذا بدكم مناطق واضحه. يعني على سبيل المثال الدولار ين هلا بضمن هذه الموجات التصحيحية اللي شاهدناها على الدولار ين، وكنا شفنا او شاهدنا التراجع اللي هو اي بي سي، ثلاث موجات تصحيحية، ومن ثم ويف بي، ومن ثم نتوقع سي. شو يعني؟ هلا نحن كمضاربين اذا بدي اخذ بعين الاعتبار اي بي سي او اول موجة تصحيحية، خلينا نقول اي بي سي، هول الثلاث موجات تلقب ب دبليو، رجعنا من ثم ارتفعنا اكس، وممكن نتوقع انخفاض واي، تمام؟ هلا عندي سيناريوين مفترضين اللي هن اي بي سي دبليو اكس، وممكن اتوقع انخفاض واي للدولار ين لزياده مستوى ال 108. اوكي، وحتى ممكن رح اعطيك استاذ كارم يعني بس مثل على الدولار ين، نكون شوي دقيقين بالنسبه لهذا الموضوع. بغض النظر عن الفريم، يعني انا برايي انه الفريمات، هلا انا ما بتداول ولا مره على فريم 30 دقيقه او 15 دقيقه او 5 دقائق، انا بالنسبه لي 4 ساعات وما فوق، انت بتعرف رايي بهذا الموضوع. خليني بس اعطيك مثل على الدولار ين. هلا عندي تو سيناريو على اليوت ويف. اليوت ويف بتقول ان الدولار ين اي بي سي اول ثلاث موجات تصحيحيه تلقب باول موجه تصحيحيه، ثاني ويف اللي هي اكس هي الموجه المضاده، ونتوقع هلا خمس موجات انخفاض للواي. طب هلا هذا السيناريو اذا بده يركب لازم استعمل فيبوناتشي لاتاكد منه، لاعرف انا انه هذا الارتفاع لويف اكس وين ممكن يهدى. بكل بساطه باستعمل فيبوناتشي من اخر قمه لاخر قاع، بهذه الحاله بكون عم استعمل التيلز. انا استعملت الذيول اللي هن طبعا تابعين للشموع اليابانيه، عم استعمل هيدي واستعملت هيدي، كمان نقدر نحصل على مستوى ال 76.4% اللي تم لمسته بالضبط. اوكي، هلا انا كل عمري استعمل هذه الطريقه لفيبوناتشي، في كثير اشخاص بيستعملوا بيقولوا لك انه انا بدي استعملها على الاغلاق بهذا الشكل.
اوكي، وانا اذا في حال بدك تستعملها على الاغلاق بصير عندك شوي صغيره امتداد للموجات. يعني اذا في حال انت خلينا نقول تتوقع مستوى ال 76.4% يكون مستوى مهم جدا، بدك تتوقع اذا في حال انت ما عم تاخذ تيلز تمام او ذيول الشمعه ممكن تشهد ارتفاع فوق خط المستوى اللي انت بدك اياه ومن ثم اغلاق تحته. فهذه نقطه خطره جدا للمضاربه انا برايي الشخصي طبعا. فمش هيك بفضل انه اعطي اذا بدكم مجال اكبر للسوق واخذ اعلى قمه واوطى قاع بالنسبه لاستعمال فيبوناتشي. الكسر الكاذب اللي هو طبعا فولس بريك اوتس موجوده بالسوق هلا اكثر من اي وقت عم نتداول فيه، وعم بتلاحظوا طبعا انه عندي اذا بدكم فولس بريك اوتس لكثير من الامور او من كثير من الشموع اليابانيه او كثير حتى من اذا بدكم الرسوم البيانيه اللي تابعه لليورو، ان كان خلينا نقول بالنسبه ل يعني عادة كنا نشهد الفولس بريك اوتس او الكسر الكاذب فقط على البرودكتس السريعه مثل النفط، مثل الجيرمان داكس، مثل المؤشرات الامريكيه، مثل الذهب من سنه 2011 لتقريبا سنه 2015 لما كان السوق سريع. وانا بتلاحظوا انه السوق البطيء او بالنسبه للعملات الرئيسيه الواضحه بتلاحظوا انه ما عندنا فولس بريك اوتس، ولكن هلا للاسف السوق اصبح بيعمل لي فولس بريك اوتس بشكل متكرر. فبهذه الحاله نحن عم نتكلم على خطوره السوق والمخاطر الزايدة بسوق الفوركس بالوقت الحالي. هلا البولز ما بعرف اذا مبينه امامكم، ممكن بس حدا يجاوب لي بخصوص هذا الموضوع. كنت اول مره بستعمل هذا الاسلوب انه نحن نسال سؤال خلال هذه الجلسه، السؤال اللي هو على ما اظن ما بعرف اذا مبين امامكم، اللي هو ما هو افضل مؤشر للمضاربه ار اس اي ام اي سي دي ايشيموكي والاليجيتر. اوكي خليني allow voting after your live video. اوكي على ما يعني اتوقع انه يمكن اغلقت، انا اغلقت ممكن بالخطا، ولكن هذا شيء هيك حبيت انه نتداول فيه، بس يكون عندي هيك بعض الاسئله انه اسالكم اياها وانتم تجاوبوا مباشره على هذا. هيدا بالنسبه لهذا السؤال جوابي له يعني ممكن انه يكون عندي ار اس اي هو الافضل، لانه الار اس اي وبتعديل الارقام بصير الافضل. ليش؟ لانه الار اس اي هو الاسرع، الار اس اي هو مؤشر تابع ل الموفينج افريجز نقول او المتوسطات المتحركه يعني، وله تحديد وله ارقام شوي صغيره معقده. هلا انا بالنسبه للار اس اي بستعمل 20 و80 على الرسم البياني كمان لاخذ نقاط دخول وخروج مميزه اكثر، وطبعا بستعمل رسم البياني الاربع ساعات. اذا بتلاحظوا ومن وراء تعديل مؤشر الار اس اي على الاربع ساعات على رسم بين الاربع ساعات، واذا بتعدلوا لمستوى ال 80 وال 20 للار اس اي هو الارقام الطبيعيه هي 30 و70. اوكي ولكن اذا بتعدلوها على ال 80 وال 20 ممكن تلاقوا نقاط دخول مميزه على نقطه ال 80، نقاط بيع ونقاط شراء على خط ال 20، و بتكون بالفعل دقيقة جدا. فتعديل الار اس اي مهم جدا، واتوقع ان الار اس اي بشكل بسيط ما له عازي، يعني اذا بتتركه بالارقام نفسها ما له عازي. كثير من الاشخاص بيشتغلوا على الدايفرجنز والكونفرجنز كمان. استذكار يعني حابب انه اعمل ويبينار نشرح فيه موجات اليوت وندمجها مع فيبوناتشي يعني، بس انا كثير خايف منه هذا الويبينار او هذا الشرح، لانه كثير من الاشخاص ممكن يواجهوا بعض الصعوبات اذا بدك تحليل موجات اليوت، وكثير من الاشخاص ممكن يفهموها بطريقه غلط، ولكن مش غلط او مش خطا. خلينا نحدد تاريخ، رح يعني اتكلم مع الشركه انا ونحدد التاريخ لنعمل هذا الويبينار يكون مسجل بالنسبه ل اليوت ويف. اوكي فيبوناتشي على الار اس اي كمان جيده، ممكن فيبوناتشي على الار اس اي ندخلها من اخر قمه لاخر قاع ونشوف مستوى ال 50 وال 61 وال 76.4%. عم بتلاحظوا انه مؤشر الار اس اي كثير ممكن تستعملوه باماكن. هلا عندي شيء يلقب بالدايفرجنس والكونفرجنس وهو للمضاربه. اوكي اذا ممكن بس تشوفوا قديش حلوه هيدي اللي رح اشرح لكم اياها هلا. خليني هيك اوضح لكم اياها بشكل مبسط، رح اجرب قد ما في لاقي المثل. اوكي عظيم عظيم عظيم. على رسم بين الساعه، على رسم بين الساعه لنيوزيلاند دولار، بتلاحظوا انه عندي هون انخفاض، على الار اس اي عندي ارتفاع. تمام هون فيك تلاحظ انه عندي قاع ومن ثم قاع اوطى منه، وانما على الار اس اي عندي قاع وقاع اعلى منه، فهذا يلقب بالار اس اي كونفرجنس او دايفرجنس. ار اس اي
Divergence. تمام؟ الـ RSI Divergence هو من الـ إذا بدكم المؤشرات، وبحيث طبعاً الـ RSI هو Relative Strength Index أو مؤشر القوة النسبية، فممكن الـ RSI يحدد لي قوة السوق الموجودة، يعني من وراء ارتفاع معين، أوكي؟ من وراء ارتفاع معين أو انخفاض معين، ممكن السوق يحدد لي قوة، أو الـ RSI يحدد لي قوة السوق، أو هل يا ترى هذا الارتفاع هو ارتفاع جدي أو انخفاض جدي بكل بساطة. من وراء ما نسجل كان اعلم بعض البعض على ار اس اي واوطن بعض البعض، اللي بصدقه انا هو الار اس اي وليس السعر. السعر هو شموع يابانيه عم تعكس سيكولوجيه التداول من قبل المستثمرين ومن قبل الشراء والبيع، وانما الار اس اي عم بيقيس لي مدى سرعه الشموع اليابانيه ومدى قوه الموجات الاندفاعيه اللي عم نشهدها على السوق. فبكل بساطه من وراء ما نشهد نحن ارتفاع قاع وقع أعلى منه على الأرس آي، فوراً رح أعرف أنه هذا الانخفاض هو انخفاض مؤقت ونتوقع الارتفاع، فبتلاحظوا أن الأرس آي ارتفع وابتدينا بالسعر بموجة ارتفاع. هلأ الارتفاع على رسم بيان الساعة على النيوزيلاند دولار تقريباً كان من مستوى الـ 67.75 للـ 68.30، يعني بحدود الـ 50 نقطة، 50 بيب، 50 نقطة. نحن كمضاربين انتم بتعرفوا انه نحن بحاجة فقط ل 10 او 15 نقطة. هيدي اول نقطة بالنسبة لل RSI Divergence اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي، وهي بستعملها. يعني كتير اشخاص بيقولوا والله بستعمل RSI. طب كيف بتستعمل RSI؟ ال RSI له عدة تحليل كثير، يعني استاذ كرم حضرتك انت مثلا على سبيل المثال امس كنت عم تتكلم على الانفرس هيد اند شولدرز او الراس والكتفين، كنت شفت هيك بعض الكلام على الصفحه تبع الفيسبوك تبعك، وانا بوافقك الراي انه يعني الاشخاص اللي بعضهم بيقولوا لنا بنتداول على الراس والكتفين بعد شيء اذا بدكم يعني قديمه جدا، والسوق ما عم بيتابع هذا النمط بشكل واضح، وما عم نقدر ناخذ اختراقات او نتائج اوكي بشكل واضح من شيء يلقب بالراس والكتفين، بطلت موجوده بالسوق. وانما الانفرس هذا شولدرز، الانفرس اللي هو نمط راس والكتفين بالاتجاه المعاكس، وباستعمال فيبوناتشي و76.4% وموجات اليوت والنمط الاحتوائي ممكن ناخد اشارة. شو يعني؟ خليني افسر لك شو رأيي بالموضوع. رأيي بالموضوع هذا انخفاض للجيرمن داكس او للمؤشر الالماني، انخفاض اكتر من واضح. على رسم بين الاربع ساعات، على رسم بين الاربع ساعات كتير من الاشخاص بيقولوا لي طب ممكن تستعمل الشموع اليابانية لاشارات انعكاسية وتكون واضحة وطبعا فعالة 100%. على القاع للمؤشر الجيرمن داكس بتلاحظوا انه كان عندي انخفاض، خلينا نشوف، اوكي عظيم، كان عندي انخفاض للسعر من تقريبا مستويات ال 11700 وصولا الى القاع. على القاع كان عندي شمعة انعكاسية اللي هي شمعة النمط الاحتوائي اللي هي سجلت لقاع اوطى من الشمعة اللي قبلها واغلقت فوق افتتاحها، فهذه تلقب بالشمعه الابتلاعيه او النمط الاحتوائي اللي بتعطيني اشاره انعكاسيه ومع وقف خساره تحت اخر قاع. تمام، كثير منيح. هذه اول اشاره شفناها على الرسم البياني. تمام، هذا القاع خلينا نحدده، حطينا خط احمر عليه. طب اذا ندخل على رسم بيان الساعه، اوكي رسم بيان الساعه، ومنلاحظ هذا الشكل الموجود عندي حتى على 30 دقيقة ممكن تكون واضحة أكثر. على 30 دقيقة على القاع واضحة أكثر. خليني أفرجيكم وين. أوكي. هذا القاع عظيم، وصلنا له. هذا القاع اللي حددناه هون. وهذا النمط الاحتوائي أو هذا القاع بكل بساطة اللي تم تحديده هو على رسم بين الأربع ساعات اللي أعطاني إشارة انعكاسية أو نمط الاحتوائي. حدا منكم بشوف نمط الرأس والكتفين بهذه موجي؟ طبعا لا. ولكن هون يوجد شيء اسمه نمط رأس والكتفين اللي هو عند انخفاض معين، عند left shoulder الكتف اليسار، عند head وعند كتف اليمين اللي هو A الرجلر ويف B والرجلر ويف C. الانفرس هيد اند شولدرز او الرأس والكتفين اللي هي بطلت شغالة بسوق الفوركس بالوقت الحالي، اصبحت شغالة بطريقة مختلفة، وقليل جدا اتوقع 5% من المضاربين او من الاشخاص اللي بيتابعوا سوق الفوركس بيقدروا يحددوا انه هذا النمط هو نمط الراس والكتفين.
اللي هي سجلت لي كتف يسار تحت كتف اليمين، كتف اليمين عفوا تحت كتف اليسار، وهذا الهد او الرأس، واعطتني نمط النك لاين او هذه الرقبه اللي هي تعتبر او تلقب بالنك لاين، نك لاين، لانه عند اختراقه واختراق جدي نتوقع اشاره اعاده امتحان وتكمله اتجاه الصاعد. وهذا هو الجيرمان داكس اللي ارتفع، وهذا هو القاع اللي كنا عم نشتغل عليه، وليكو هلا قديش ارتفاع 400 500 نقطه. فبكل بساطه الانماط وكل المؤشرات اللي كنا قديما نستعملها واللي كنا قديما نسميها نمط، خلينا نقول راس وكتفين وارس اي، وكل المؤشرات لازم يتم تعديلها. اذا في حال ما تم تعديلها يعني نحن مش عارفين كيف عم نتداول والامور بتكون اصعب. كل الاشخاص اللي بيقولوا لي هذا نمط هذا شولدرز او نمط الراس والكتفين وهذا النك لاين الاكتيفيشن ونتوقع انخفاض السوق، هو غلطان. ليش غلطان؟ هذا منه نمط راس وكتفين، وممكن يكون عندي شيء اسمه اشاره مفاجئه، يبتدي بالاختراق ومن ثم يرتد بالاتجاه المفاجئ. بتلاحظوا انه اف ليش صار عندي اشاره انعكاسيه وانما هذا نمط هذا شولدرز ونتوقع كنا الانخفاض، ولكن ما شفنا هذا الانخفاض، انخفض شوي السوق ولكن فورا رجع ارتد. ليش؟ لانه منه نمط راس وكتفين، لانه الكتف اليمين على سبيل المثال لازم يكون كتف فوق كتف اليسار، كتف اليمين لازم يكون فوق كتف اليسار، لازم نرتفع اكثر لنسجل نمط راس والكتفين، وممكن حتى يكون عندي نمط راس وكتفين ولكن بالطريقه السليمه، ولكن الهاد او على الراس منه عطيني اشاره ايجابيه مثل على سبيل المثال نمط احتوائي او انجلفينج باترن او شمعه ابتلاعيه. فانك تدمج مؤشرات معينه وكذا مؤشر مع بعضها البعض وتعطيك اشاره واضحه وتسميها او تلقبها بنمط معين هو السيناريو الصحيح. هيدا بالنسبه للشموع اليابانيه، ليكو على 4 ساعات على القاع من نمط احتوائي اكثر من رائع، وعندي شيء يلقب بالبانيك اتاك، بانيك اتاك او الهجوم اللي بيعمله الفريق المضاد للاشاره الانعكاسيه، اللي هو بهذه الحاله الفريق اللي عطاني الاشاره الانعكاسيه هو فريق الثيران من وراء هذه الشمعه. قال لي فريق الثيران من وراء هذه الشمعه انه هذا الانخفاض انتبه ممكن يوقف، ممكن نبتدي باتجاه مفاجئ، اتجاه معاكس. وانما فريق الدبب ما هانت على نفسهم انه هن يستسلموا، فدخلوا بثلاث موجات انخفاض ما قبل الارتفاع، وهذه الانخفاض اللي هي شاهدناها بهذه الشموع، ثلاث موجات انخفاض اللي هي سجلها فريق الدبب للمضارب ينصاب بحالة الذعر ويخرج من مراكز الشراء ما قبل الارتفاع. بهذه الحالة هون نحن بدنا نكون عارضين وقف خسارة على آخر قاع تحت شمعة النمط شمعة الابتلاعية أو شمعة الابتلاعية أو النمط الاحتوائي، وننتظر هذا الارتفاع اللي هو ممكن ياخذ نهار اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ما عندنا مشكل. كتير منيح إنك تنتظر على رسم البياني وتنتظر نمط احتوائي ونمط رأس وكتفين وتدخل الأرس آي وتعدل بالأرقام للأرس آي للعشرين وثمانين، وتنظر على رسم بيانة 30 دقيقة اللي هو عادة مش من المفروض انك تستعمله، وانك تشوف اشارة انعكاسية بسبب الconvergence او divergence اللي هي كانت تكلمنا عليها، كعان اوطن بعض البعض وكعان اعلم بعض البعض على الارس اي، وهون بنكون عم ناخذ اشارة ايجابية وعم بقل الارس اي انتبه انت مش عم تستعمل منطقة التشبع بالبيع ومنطقة التشبع بالشراء، وانما انت عم تستعمل كعان اعلم بعضها البعض واتهم بعضها البعض اللي هي تلقب بالدايفرجنس. دايفرجنس بكل بساطه بهذه الحاله بنكون جمعنا معظم استراتيجيه التداول وجمعنا معظم الانماط اللي ممكن نحن نكون عدلناها واخذنا اشاره منها. طيب هذا كله شو بفيد؟ هذا كله ما بفيد غير ما نكون نحن اخذين فرص رائعه. عليكم الار اس اي للمضاربه، شوفوا الار اس اي
جيرمان داكس المؤشر الالماني. جيرمان داكس وصل لمستويات ال 80 اللي هي تم تعديلها من قبلنا للار اس اي، تلامس معها، كان وصل لقمه معينه، ارتد الار اس اي بموجه الصحيه، ارتد السعر بموجه الصحيه. ولكن يا جماعه الجيرمان داكس على رسم بيان 30 دقيقه، وارتداد الجيرمان داكس من مستوى ال 11927 لهذا القاع اللي هو مستوى ال 11884، انخفاض تقريبا بحدود ال 40 نقطة. 40 نقطة، انتم بتعرفوا شو يعني بالجيرمان داكس بالمؤشر الالماني؟ يعني عم نتكلم نحن كل نقطة هي عبارة عن 25 يورو، يعني 30 دولار. يعني عم نتكلم هذا العقد الواحد طبعا، يعني تحرك 40 نقطة يعني عم نتكلم تقريبا على 1000 دولار للعقد الكامل. انتم ممكن طبعا جزء العقد. هذا بالنسبه ل جيرمان داكس ومؤشر فقط الار اس اي اللي تم تعديله من قبلنا، وفقط قلنا بدنا نتداول على القمه والقاع اللي هي على قمه تقريبا ال 80 وقاع ال 20. لما نتلامس مع قاع ال 20 على الار اس اي بدكم تعدلوه. هلا بقول لكم كيف تعدلوا الار اس اي. عند وصوله على ال 20 بتلاحظوا انه وصلنا لقمة او لقاع معينة وابتدينا بالارتداد. لازم نتلامى يعني يلمس العشرين. الارس اي مؤشر الاساسي لازم يلمس العشرين، مش يقرب عليها مثل هون. اذا هون قرب عليها نحن استعجلنا، ممكن السوق يكفي اتجاه الهابط. ولكن على القاع ابتدينا بثلاث موجات تصحيح ما قبل تكمل اتجاه الهابط. والموجات التصحية هي على طول ثلاثة، صح؟ وإذا بندخل بتفاصيل أكثر على رسم بيانة أصغر بنشوف إنه كل موجة فيها ثلاثة. هون خلينا نحدد هذه المنطقة وفرجيكم هذه المنطقة على رسم بيانة 15 دقيقة أو الخمس دقائق لنشوف شو يعني ثلاث موجات. ها خمس دقائق، خمس دقائق. اوكي رجعنا لورا، بدي فرجيكم انه كل موجة الصحية تتضمن ثلاث موجات بالنسبة لموجات اليوت. هذه الخمس دقائق وهذه المنطقة اللي حددناها اللي هي ثلاث موجات الصحية اللي هي بيج ويف اي بي سي. اول موجة اللي هي اي تتضمن 1 2 3 4 5 اي بي سي، اي بي سي خمس موجات ارتفاع، ثلاث موجات تصحيحيه، ثلاث موجات للويف سي. هذا قانون موجات اليوت اللي هي دبليو اكس واي. طب انا اذا في حال وسعت معلوماتي عن موجات اليوت وعن فيبوناتشي وعن الرسوم البيانيه وعن الشموع اليابانيه، وانا عارف كيفيه ارتفاع الموجات التصحية بأي نمط بأي شكل بأي هيكلية، أنا بكون عارف التحرك القادم، بكون قادر أدر السيناريو المفترض اللي ممكن حدده عندي، ومن ثم أدخل بمركز. عم جرب بسط الأمور. اللي بدي لكم إياه إنه الرسوم البيانية إذا بتشوفها وبتتفرج عليها هي صعبة، ولكن إذا تدخل بتفاصيلها شوي أكتر وبتعمل زوم إن لقدام وبتنتظر إشارة على القاع وعلى القمة وبتدمج بعض المؤشرات البسيطة مع تعديل بعض الأرقام ونتفت معلومات عامة عن، ما بدي سميها موجات اليوت، ولكن عن هيكلية الاتجاهات اللي هي تتضمن خمس موجات ارتفاع وثلاث موجات تصحية. بس انت اللي عليك فقط انك تحدد هذه الموجات، انك تعرف انه هذا ارتفاع هو اول ارتفاع، ثاني ارتفاع او ثاني موجة تصحيحية هي موجة مضادة، ومن ثم موجة اندفاعية موجة رقم 3 اللي هي 1 2 3 4 5، ومن ثم ثلاث موجات تصحيحية. خلينا اعطيكم فكرة عن اليوت شوي، خلينا اعطيكم فكرة عن اليوت. موجات اليوت إذا بدي أحددها على رسم بيان جيرمان داكس، على هذا الرسم البياني، أوكي؟
شوفوا شو رح اعطيكم مثلا، شوفوا شو حلوه. موجات اليوت بتقول لي الموجه رقم واحد ممكن ترتفع فيها بهذا الشكل، موجه رقم اثنين، موجه رقم ثلاثه تتضمن خمس موجات ارتفاع، تمام؟ خمس موجات ارتفاع اللي هي 1 2 3 4 5. هيدي الموجة الأولى. الموجة الثانية التصحيحية، عم نتكلم موجات اليوت. الموجة رقم ثلاثة اللي هي الاندفاعية الأطول ببين فيها خمس موجات. موجة رقم واحد، موجة رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. كل هول الموجات الخمسة تلقب بالموجة الثلاثة الضخمة، ومن ثم انخفاض الموجة الرابعة الضخمة والخامسة الارتفاع. وصلكم لنقطة مهمة جدا. شوفوا هذه الهيكلية قديش واضحة، قديش ارتفاع موجات اليوت واضح. موجة رقم واحد بيج وان، بيج وان، بيج وان شو يعني؟ اول موجة ضخمة. بيج تو، الموجة رقم ثلاثة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، هيدي الموجة رقم ثلاثة لانه الاطول. الموجة الرابعة والموجة الخامسة، والموجة الرابعة تتضمن ثلاث موجات صحية بهذا الشكل A B C، والموجة الثانية ايضا تتضمن شو؟ A B C. خلينا ننتقل للرسم البياني اللي عم تشوفوه على اليسار. هذه الخطوط الزرق اللي عم تشوفوها على اليمين هي نحن حددناها، اللي هي قوانين موجات اليوت البسيطة، اللي هي ارتفاع موجة اندفاعية بشكل خمس موجات، وضمن الموجة رقم ثلاثة تتضمن خمس موجات. شوفوا الرسم البياني للداكس، ويف 1 ويف 2، والموجة رقم 2 شوفوا موجة رقم 2 فيها 1 2 3. الموجة رقم 3 اللي تتضمن خمس موجات اللي هي 1 2 3 4 5، هيدا الموجة رقم 3 الاندفاعية. خلينا نفرجيكم بس شو عم بصير هون. الموجة رقم واحد، الموجة رقم اثنين، الموجة رقم ثلاثة اللي هي واحد اثنين، نفسها على اليمين، نفسها على اليمين اللي عم بشرح لكم اياها، عم بطبق لكم اياها على الرسم البياني. ثلاثة وأربعة وخمسة، وهذه كل الخمس موجات اللي هي ضمن هذا الراوند أو السيركل هي الموجة رقم ثلاثة الضخمة، ومن ثم انخفاض الموجة الرابعة A B C أيضا بثلاث موجات، الموجة الرابعة، ومن ثم ارتفاع هلأ الموجة الخامسة. نفس السيناريو اللي عم بتشوفوه على اليمين اللي شرحت فيها موجات اليوت عم نطبقها على الرسوم البيانية. بهذه الحالة ممكن تشوفوها بسيطة، ممكن تقولوا انه موجات اليوت بسيطة جدا، كيف ممكن انك انت ما تحدد هذه الموجات؟ طب انا كمضارب وين نقطة دخولي؟ انا وين نقطة دخولي؟ انا وين ممكن استفيد من موجات اليوت؟ هل يا ترى اذا انا ما قدرت احدد انه هيدي الموجة رقم واحد او هيدي الموجة رقم اثنين او ثلاثة او اربعة، طب انا وين ممكن ادخل؟ موجة الاولى ما بدي اياها، الموجة الثانية ما بدي اياها، ثلاثة اربعة خمسة ما بدي اياها. شوفوا شو بدي، نقطة الدخول هي بالموجة الأخيرة اللي هي الموجة الخامسة. بالموجة الخامسة ليش؟ اللي هي هذه الموجة اللي شايفينها أمامكم هلأ على الداكس. الموجة الخامسة ليش؟ لأنه أنا بقدر حدد نقطة الدخول لها باستعمال فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة، بقدر حدد هذا التراجع وبقدر حدد نقطة دخولي، وبكل بساطة بكون عم بمشي مع الاتجاه العام، وبنكون عم نطبق السيناريو اللي هو ترند از يور فريند، والاتجاه العام لازم تكون انت ماشي بالاتجاه الصحيح وما تفكر تدخل بالاتجاه المعاكس للاتجاه العام. فبالنسبة لموجات اليوت
اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه، اهلا وسهلا. بالنسبه لموجات اليوت، انك انت تحدد الموج الاولي والثاني والثالث مستحيل، ولكن انك انت تنتظر انتهاء الموج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ولكن فقط تستثمر بالخامسه. طب انت شو بعد بقالك؟ شو بعد بقالك؟ يعني مش كانه بقى انا عم اقول لك انت بملعب عم تلعب فوتبول كره قدم مع اصدقائك مع اصحابك، عطوك اول تمريره ثاني تمريره ثالث تمريره وصلت على الجول، لعليك فقط انك تشوط الكره بس لتفوت الجول. يعني عم اقول لك الموجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه انتهت، بعد في فقط انك تختار الموجه الرابعه نقطه دخول لك لترتفع بالخامسه، وهون سر موجات اليوت ودمج فيبوناتشي مع موجات اليوت واخذ مع الاعتبار فيبوناتشي لموجات اليوت. هذا فيبوناتشي اللي دخلته انا. ليش دخلت فيبوناتشي بهذه الطريقه؟ لانه شو بتقول لي موجات اليوت؟ بتقول لي الموجه الاولى، رح ارجع اكتب لكم اياها، رح ارجع اكتبها ولكن مع فيبوناتشي. بتقول لي الموجه الاولى هون، الموجة الثانية 1 2، الموجة الثالثة عديناها 1 2 3 4 5، خمس موجات للموجة الثالثة. تراجع الموجة الرابعة، ليش هون نقطة دخولي؟ لأنه 38.2%، لأنه قوانين موجات اليوت بتقول إنه تراجع الموجة الرابعة لازم تصحح من الموجة الثالثة فقط، مش من القاع تبع الموجة الأولى. يا جماعة عليكم القاع تبع الموجة الأولى، ما عليه في بوناتشي، القاع تبع الموجة اثنين عليه في بوناتشي، شفتوها؟ لقمة موجة رقم ثلاثة، من قاع موجة رقم اثنين لقمة موجة رقم ثلاثة، هون بستعمل في بوناتشي لحدد انخفاض الموجة الرابعة قرب مستويات 38.2%، لأرجع ارتفع بالموجة الخامسة واستفيد منها. يعني انا اللي عم جرب اقول لك اياه انك انطور الموجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة واستثمر بالخامسة. ساعتها ما ممكن انك تغلط بموجات اليوت، وما ممكن انه يكون عندك سيناريات صعبة لتحددها. وما حدا يجي يقول لي والله صعب جدا اني احدد موجات اليوت. دولار كاد، دولار كاد على رسم بياني 30 دقيقة، رسم بياني 30 دقيقة، شوفوا شو عنا. نرجع نرسم موجات اليوت عن جديد، ومثل آخر، مثل آخر لموجات اليوت. عظيم، شوفوا شو بصير. رح ندخل فقط في بوناتشي بس. اوكي. شوفوا موجات اليوت، موجات اليوت كنا حددناها ايضا سيناريو اخر. الموجة الأولى هاي بالاتجاه الهابط، هلا بالاتجاه المعاكس. الموجة اثنين، الموجة الثالثة اللي هي تتضمن 1 2 3 4 5 بهذا الشكل، راح نسميهم أنا وياكم. الموجة الأولى ارتفاع الموجة الثانية، الموجة الثالثة صرنا قايلين أكثر من 1000 مرة أنه تتضمن 5 موجات، 1 2 3 4 5، هذه كلها الموجة الثالثة، ومن ثم موجة الصحية، 3 موجات تصحية، 3 تصحية على طول، 3 تصحية للرابعة، ومن ثم انخفاض الخامسة. أنا وين بدي استثمر يا جماعة؟ أنا بدي استثمر بالخامسة. خليني أحدد نفس السيناريو ونفس النمط على الرسم البياني اللي تابع على اليو اس دي كاد أو للدولار كندي.
اوكي، رح نسميها انا وياكم الموجة الاولى، الموجة الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هيدي كلها الموجة رقم ثلاثة لأنه تتضمن خمس موجات انخفاض، ومن ثم ارتفاع ثلاث موجات تصحيحية الرقم أربعة، وأنا وين رح أستفيد من انخفاض الموجة الأخيرة اللي هي الموجة الخامسة؟ شو رأيكم بهذا الموضوع؟ انخفاض الموجة الأخيرة للموجة الخامسة بهذا الشكل، بنكون حددنا موجات اليوت بكل بساطة 1 2 3 4 5، والموجة رقم 3 تتضمن خمس موجات ضمنها. نفس السيناريو، أنا بالدولار كندي بعت هذه المستويات للاستفادة من الموجة الخامسة. وين ببيع؟ على مستوى 38.2% اللي هو هذه النقطة، كحد أقصى ممكن نوصل لمستوى 50%، وهذا قانون موجات اليوت انه الموجة الرابعة ممكن توصل لل 38 كحد أقصى 50 مع وقف خسارة فوق مستوى تقريبا أو على قاع الموجة رقم واحد، ومناخد هدفنا. للأشخاص اللي تابعوني بهيدي الجلسة، انتوا عرفتوا شو يعني موجات اليوت، عرفتوا بشكل عام كيف منحدد الرسم البياني، وانتوا عرفتوا كتير منيح انه انت بمجرد ما نظرت او خليني اقول راقبت الرسم البياني وقلت لك طبق لي موجات اليوت عليها، رح تقول لي صعبة كتير. ولكن لما اجي اقول لك انا ارسم موجات اليوت على يمين السعر وجرب حدد خمس موجات انخفاض، ممكن تحددها بكل سهولة. انا بدي استفيد بكل الرسم البياني بموجة واحدة، انخفاض اليو اس دي كاد من مستوى ال 133 50 لل 132 90، 50 نقطة. انت كمضارب بدك اكثر من 50 نقطة؟ طبعا لا، يعني 500 دولار للعقد الواحد. شو بنتوقع على زوج الدولار كندا؟ ثلاث موجات تصحيحية ممكن، ولكن الموجة الخامسة الأخيرة بدها تنخفض أيضا بخمس موجات، فهذه تفاصيل أكثر وأكثر. 1 2 3 4 5، نتوقع بعد انخفاض لزوج الدولار كندي بنكون انتهينا من الموجة الخامسة الأخيرة، ومن ثم نتوقع ثلاث موجات تصحيحية. هذا هو السيناريو. أسعار الذهب، نفس الموضوع، نفس الموضوع يا جماعة. بدكم تطبقوا موجات اليوت عليها؟ مين قادر يطبق لي موجات اليوت عليها؟ مين؟ مين من الموجودين قادر يطبق لي موجات اليوت؟ بكل بساطة، موجات اليوت شو بتقول يا جماعة؟ أنا معكم، يلا أنا معكم. واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خلينا نطبقها بهذا الشكل. واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أربعة اللي هي تتضمن ثلاث موجات تصحيحية وخمسة. واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أربعة أربعة خمسة، ممكن تكون الرابعة بشكل مثلث، هلا بنتكلم عليها بعدين. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، هيدا الموجة رقم 3 صح؟ 4 4 5 5، موجة رقم 1 2 3 اللي تتضمن خمس موجات، 4 و5، 1 2 3 4 5. أسعار الذهب دخلت بالموجة الرابعة، ممكن نكون بعدنا بالموجة الرابعة لأنه هي موجة أفقية بامتياز، ممكن تكون بشكل ثلاث موجات تصحيحية A B C، وممكن تكون بشكل مثلث
ولكن نحن بعدنا ضمن الموجة الرابعة على أسعار الذهب، ونتوقع تكملة اتجاه الهابط للموجة الخامسة لانتهاء خمس موجات ضخمة على أسعار الذهب. كل رسم بياني بقدر حدده أنا وياكم بقدر حدد خمس موجات انخفاض. كل موجة اندفاعية عندها خمس موجات، كل موجة تصحية عندها ثلاث موجات. هذه المنطقة الأفقية على أسعار الذهب هي الموجة الرابعة ABCDE. هذه تفاصيل معقدة أكثر وتفاصيل أكبر بالنسبة لموجات إليوت وبالنسبة للمناطق الأفقية والاندفاعية. الموجة الرابعة ممكن تكون بشكل ABC أو ثلاث موجات تصحية، وممكن تكون ABCDE. هلأ ارتفاع ويف E اللي عم نشهدها هلأ على أسعار الذهب، ومن ثم انخفاض ضخم لتسجيل مستوى 1280-1270 وحتى أقل. وممكن يكون عند سيناريو مختلف اللي هو ABC. شو يعني ABC؟ A أول موجة تصحية، B ثاني موجة تصحية، ونتوقع ارتفاع ويف C ما قبل تكملة اتجاه الهابط. فمن شان هيك نحن كمحللين تقنيين وكمضاربين لما اجي اقول لكم انا بدي اوقف خسارة على قمة 1311، ما بكون عم جرب عوصها على المضارب او جرب اني زيد المخاطر عليه. بالعكس، بكون عم بحميه من هذه الموجات التصحية والاندفاعية، لانه انا ما ممكن حدد، انا كجوزيف ما ممكن حدد الموجة الرابعة أو الموجة التصحية إذا هل يا ترى بشكل مثلث، أو إذا هل يا ترى بشكل موجة اندفاعية، أو هل يا ترى بشكل ثلاث موجات تصحية. ما ممكن حدد. فمش هناك أنا بعرض وقف خسارة على مناطق حساسة وبترك السيناريو ياخد مجري لأستفيد من انخفاض الموجة الخامسة، ولكن باستعمال فيبوناتشي من القمة تبع موجة رقم 2 لقاع الموجة 3 بنتظر مستويات 38% اللي هي تم لمسة من قبل أسعار الذهب. فأنا هلأ أكيد بحبذ مراكز البيع، ولو حتى ارتفعنا بشكل بسيط لملامسة مستوى 1302 كحد أقصى، ولكن أتوقع الهبوط. شو رأيكم؟ شو رأيكم بهذه الجلسة اليوم؟ بس حابب أخذ رأيكم. شو رأيكم بفكرة موجات إليوت؟ شو رأيكم بهذا الشرح اللي ممكن تستفيدوا منه بتسهيل إذا بدكم هذه استراتيجية التداول اللي هي من أصعب استراتيجيات التداول بعالم الفوركس. أصعب استراتيجية تداول هي استراتيجية موجات إليوت. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات. يعني أنا طبعاً موجود للخدمة، وانا عم جرب قد ما فيه يكون دعم لكم. المراكز اللي داخلين فيها ارباح 922 دولار، داخلين بمراكز بيع على اليورو جي بي بي، داخلين بمراكز بيع على اليو اس دي كاد، عنا ارباح فيها 475 ب 499 922 دولار بروفيت من هذه المركز أو هذه الصفقات. 980 عم بتزيد. ليش؟ لأن الدولار كان عم ينخفض واليورو جي بي بي عم بيضعف. اليورو جي بي بي، كيف فكركم أنا دخلت باليورو جي بي بي؟ ليش أنتم برأيكم أنه أنا حددت موجة هبوط لليورو جي بي بي؟ ليش بتقولوا؟ مش برأيكم لأنه أنا عديت الموجات واقترحت أنه 1 2 3 4 ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة، فدخلنا بمراكز بيع شفتوا وين؟ بكل بساطة انتظرت تصحيح الموجة الرابعة للاستفادة من الموجة الخامسة. ويف 1 ويف 2 هون 1 2 3 4 5، هيدي الموجة رقم 3، صرتوا تعرفوا تتضمن خمس موجات. ارتفاع الموجة الرابعة وننتظر الخامسة، دخلنا بمراكز بيع على اليورو جي بي بي. موجات إليوت 1 2 1 2 3 4 5، ويف 3 4 5، صعبة؟ لا مش صعبة. 1 2 1 2 3 4
5، هذه الموجة رقم 3 ومن ثم الرابعة ومن ثم الخامسة. أصبح عندي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. سوق الفوركس صعب؟ طبعا صعب. التقلبات صعبة؟ طبعا صعبة. ممكن نستفيد منه؟ أكيد. ممكن نخسر؟ أكيد. ممكن نستعمل أدوات لنقلص المخاطر؟ طبعا. فنحن عم نجرب نعدل استراتيجية التداول، نعدل المؤشرات الموجودة عندي على منصة التداول، نعدل كل الأمور لنقدر نكون عم نعيش تجربة أفضل. أنا بتشكر وجودكم، بتمنى منكم إذا حبيتوا هذه الجلسة تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو لنقدر نمتد لأكبر عدد ممكن من الأشخاص اللي بيتداولوا بسوق الفوركس، وتقدر تكون التوعية بالفعل واصلة لكل الأشخاص اللي نحن عم نستهدفها، ونكون عم نعمل مثل مجتمع أو سوسايتي من خلال هذه الجلسات اليومية لنستفيد أكثر وأكثر. أنا أستفيد من خبرتكم ومن التعليقات ومن كل الكومنتس اللي عم تكتبوها لألي، وأنتم تكونوا عم تستفيدوا من خبرة الضئيلة بسوق الفوركس. أنا بتشكر وجودكم وبتمنى لكم نهار أكثر من رائع ومثمر. بشوفكم بجلسة صباحية غدا من صفحة تكمل العربية على فيسبوك. كان معكم المحل والمدرب المعتمد جزاف ظهرية. إلى اللقاء.